الجزائر تايها على البلدان بيضاء والهلال الناير زينة القصور والبنيان فيها القطب الرباني سيدي عبد الرحمن فيها القطب الرباني. هكذا تغنى شعراء وشيوخ موسيقى الشعب بجمال المحروسة وبرمزها سيدي عبد الرحمن التعلبي العالم والفقيه الجليل الذي ارتبط اسمه بالمدينة في المخيال الشعبي ليكون هذا المقام الذي يقف شامخا منذ القرن السابع عشر بين الأزقة العلوية للقصبة العتيقة معلما تراثيا روحيا وثقافيا شاهدا على عرقة المدينة المعلم الذي يرتقب أن يعود ويفتح أبوابه للزوار بعد أن اكتسى حلة جديدة. Le site en totalité, il se développe sur une superficie d'environ 2300 m2. Puis, à Abdi Bacha, donc, il y a eu les extensions, plus le Quba, le Ménaré, et les dépendances jusqu'à la Douya. Donc, Darih est composé de 5 Darih en réalité. دار سيدي عبد الرحمن هو القبة سيدي عبد الرحمن هي الأكبر وهي الأوسع وهي الأجمل. قبة الضريح هذه التحفة الفنية التي تعكس جمال المعمار الإسلامي المغاربي بأبوابه المميزة والأقواس والأعمدة قطع الزليج العريق وكذا سقفها المزخرف الذي يحيطه الدربوز وتزينه الثريات الفاخرة إلى جانب الضريح الذي يعلوه تابوت خشبي مميز استرجع ألوانه الأصيلة بدقة محكمة بفضل أشغال الترميم التي لم تغفل أدق التفاصيل. On a retrouvé les couleurs qui n'étaient pas aussi faciles. C'est pas des couleurs que nous avons apportées, mais quand même c'est des couleurs que nous avons restituées. يعني أعدنا ترميمها صبناها difficilement بس صبناها مي كي صبناها عاودنا رممناها وعدنا حيناها إن صادوني سو ريزولتا. مقبرة الطلبة مرقد أسماء فاعلة في تاريخ الجزائر من علماء وشيوخ إلى جانب بعض حكام الحقبة العثمانية مستها هي الأخرى أشغال الترميم على غرار مختلف مرافق هذا المعلم الديني كقاعات الصلاة والمئذنة وكذا المتحف ليستقبل مقام سيدي عبد الرحمن زواره عن قريب كفضاء ثقافي ديني وسياحي. Des guides, inshallah, ils vont être installés sur les lieux. Ils ont la connaissance du lieu et donc sur le plan historique aussi et sur les différents travaux réalisés et transmettre le message sur le plan identitaire, historique et culturel. Il y a une madrasa coranienne, les banat, les oulad. Donc, ils peuvent s'inscrire, mais ils ne doivent pas se faire comme ça de manière anarchique. Donc, ils sont organisés. Il y a un bureau d'inscription et de gestion pour ces enfants-là. اي بقاعة صلاة وشي تكون اوقات محددة للصلاة ويكون فيها مفتوح القاعة مفتوحة. هي إذن جوهرة تراثية تعود بعد غياب لأحياء ذاكرة معرفية راسخة في الزمن. سيدي عبد الرحمن التعالبي العالم والفقيه الذي يرى فيه العاصميون الأب الروحي للجزائر القديمة.